مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي، وكل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. ومساك الله بالخير لولو، وكل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة، مساك الله بالنور، وخلي امسي على مشاهدينا الكرام بالنور والسرور، وايضا ابارك لهم بالعام الهجري الجديد اللي حل على البحر بالعديد من الانجازات والخير، وان شاء الله يا رب تكون هذه السنه سنه الانفراج ان شاء الله. اللهم امين. اليوم مشاهدينا الكرام لنا وقفه راح تكون مع جمله من الارقام الكبيره اللي ما وقفت سواعد كوادرنا في الصفوف الاماميه عن تدوينها من بدايه هذا التحدي. صدقت يا فواز، اليوم لنا وقفه مع مليون فحص، هذا المليون الفحص اللي كانت وراها ساعات متواصله باستقبال الحالات واجراءات الفحوصات لهم، وقفات جدا جدا طويله، طويله في سواء كانت في المختبرات وايضا كانت تضحيه بالوقت ولقاء الاهل والاحبه مع من تعاملوا ومع الخطر بيدهم اللي ما هز هالخوف ابد ولا خلوا التعب طريق انهم او ان خلوا التعب عذر لهم او طريق انه يهد من عزيمتهم. هذه العزيمه اللي احنا كل يوم قاعدين نشوفها موجوده وقاعدين نشوفها فعلا مرسومه في ملامحهم، مرسومه في ابتسامتهم وهم قاعدين يقدمون هذه الفحوصات لكل البحرينيين، لكل المقيمين على هذه الارض سواء كانوا بحرينيين وحتى المقيمين من كل الجنسيات. ما يعني ما شفنا منهم الا كل خير فعلا، يعني كانوا مثال يعني يضرب به المثل فيما قاموا به طول هذه المده لين وصلنا للمليون فحص. اعزائي المشاهدين، خلينا نبتدي معكم حلقتنا اليوم مع ابرز الاخبار، لكن من عقب هذا الفصل. حياكم الله من جديد، ونبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار، حيث استعرض الفريق الوطني الطبي المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بجهود التصدي لفيروس كورونا، وناقش أيضا الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، وبينت الإحصائيات خلال الفترة من الأول من يوليو 2020 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري إلى أن الحالات الإيجابية للمسافرين القادمين بلغت 0.2% بعد إجراء فحص الخروج من الحجر، والبالغة 10 أيام حاليا. وقال الفريق الطبي أنه تقرر استمرار إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا لجميع القادمين إلى مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين على نفقتهم الخاصة بتكلفة تبلغ 60 دينار بحريني لفحص القدوم والفحص بعد انقضاء 10 أيام من الإقامة بمملكة البحرين، ومواصلة تفعيل التطبيق الإلكتروني مجتمع واعي لكل القادمين. بالضبط لولو، يعني كما تقرر إلغاء الحجر المنزلي الاحترازي للقادمين واللي تظهر نتائجهم المخبرية سلبية، مع توقيع تعهد بإقرار التزامهم بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بالعزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة الفحص اللي أجري لهم في وقت الوصول، وإجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول للمملكة لجميع القادمين اللي راح يقيمون في البحرين لمدة تمتد لأكثر من 10 أيام،
ولمن تكون نتيجة فحصة إيجابية راح يتم التواصل معهم من قبل وزارة الصحة عبر بيانات الاتصال الخاصة فيهم واللي تم تسجيلها فور وصولهم لمملكة البحرين. أيضا أكد الفريق أن بحسب المعطيات والنتائج راح تتم مراجعة القرارات ذات الصلة بشكل دوري بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. وفي خبر آخر، أطلقت وزارة التربية والتعليم استمارة إلكترونية لاستطلاع رأي أولياء الأمور حول طريقة التعلم المناسبة لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2020-2021. بالضبط، وأيضا تتضمن هذه الاستمارة طلب البيانات الخاصة بالطالب وأيضا ولي أمره، ويطلب فيها من ولي الأمر الإجابة على سؤال واحد فقط، وهو حول طريقة التعلم اللي يفضلها حق أبنائه، سواء من خلال التعلم عن بعد بشكل كامل أو بحضور الطالب إلى المدرسة يومين فقط في الأسبوع كحد أقصى، مع أيضا تلقي بقية الدروس عن بعد بقية أيام الأسبوع. وفي الخبر الأخير، أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد قرار بشأن تشكيل لجنة تقصي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالأندية والاتحادات الرياضية. طبعا تتولى اللجنة مهمة تقصي الحقائق بشأن إصابة أي من الرياضيين أو العاملين بالأندية والاتحادات الرياضية بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم لتنفيذ أعمالها. قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه؟ باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة أو يمكن زملاء، العدوى لهم تنتقل، بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B، وهو شخص ما يعرفه لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم، وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما D فهو شخص في البيت قاعد ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكنه يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع، لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. خلال البرنامج في حلقاتنا السابقة تطرقنا لتدشين وزارة الداخلية 8 خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، واليوم راح نتطرق لتفصيل هذه الخدمات اللي من بينها خدمات الإدارة العامة للمرور. والحديث أكثر طبعا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الرائد حمد ناصر الدوخي، رئيس شعبة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور. مساك الله بالخير رائد حمد. مساكم الله بالنور والسفور. احنا سعيدين جدا بهذه الخدمات اللي تقدمها وزارة الداخلية عن طريق مختلف إداراتها العامة وأقسامها، وأيضا عن طريق الإدارة العامة للمرور. لو تحدثنا رائد حمد عن أبرز الخدمات الإلكترونية اللي استحدثتها الإدارة العامة للمرور، ومن هم أيضا المستفيدين من هذه الخدمات؟ بداية حبيت أشكركم على هذه الاستضافة، واجب، وأشكر كافة القائمين على برنامج مجتمع واعي حول الجهود اللي يقومون فيها من تثقيف وتوعية كافة أطياف المجتمع حول جائحة كورونا وتب الوقاية منها. إذا تحدثنا عن أبرز الخدمات الإلكترونية اللي استحدثت الإدارة العامة للمرور مؤخرا،
حيث دشن سيدي الفريق اول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفه وزير الداخليه حزمه من الخدمات الالكترونيه المتكامله التي توفرها وزاره الداخليه للجمهور. وهذا ياتي في اطار العمل على تعزيز اجراءات احترازيه للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ايضا بالتنسيق بين هيئه معلومات والحكومه الالكترونيه وعدد من ادارات وزارات الداخليه، حيث من ضمنها الاداره العامه للمرور اللي استحدثت مؤخرا تحويل بعض الشهادات المروريه الى شهادات الكترونيه، وهي شهاده المركبه وشهاده رخصه القياده، ولتبين في هذه الشهادات كافه المعلومات والتفاصيل سواء متعلقه بالمركبه او متعلقه برخصه القياده لتقديمها للجهات المعنيه من قبل الجمهور. ويمكن الاستفاده من هذه الخدمه مثل ما ذكرنا كافه اطياف المجتمع من مواطنين ومن مقيمين. هذه اكثر خدمتين استحدثتهم بالاداره العامه للمرور في الفتره الاخيره. نعم. رائد حمد، ايضا هل هناك خطه مستقبليه لتفعيل المزيد من الخدمات المقدمه من قبل الاداره في الموقع الالكتروني تحديدا؟ حيث انهم بمتابعه مباشره وحثيثه من قبل السيد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفه مدير عام الاداره العامه للمرور. فالاداره تسعى دائما في تحويل العديد من الخدمات الاداره الى خدمات الكترونيه والتوسع فيها، وهذا يساهم في تحقيق سرعه انجاز المعاملات المقدمه للجمهور وخاصة في الظروف الحالية من جائحة فيروس كورونا، مما يساهم في تحقيق التباعد الاجتماعي بين الجمهور والتقليل من انتشار الفيروس. ومن ضمن الخدمات التي تسعى الإدارة مستقبلا في الفترة المستقبلية في التحول إلى خدمات إلكترونية وبالأخص في إدارة شؤون التراخيص، هي إصدار بدل فاقد للملكية أو بدل فاقد لملكية رقم مملوك، وأيضا تحويل معاملات تحويل ملكيات المركبات الى معاملات الكترونيه، وايضا حجز مواعيد الفحص الفني للمركبات الثقيله الى معاملات الكترونيه. حيث ان في الوقت الحالي يتم تقديم العديد من الخدمات الالكترونيه، منها دفع المخالفات المروريه، الاوامر الجنائيه، تجديد تسجيل المركبه، ايضا تجديد رخص السياقه، مثلا ايضا اصدار رخص السياقه الدوليه والاستعلام عن سجل المركبات. ايضا عندنا خدمات متعلقه مثل تعليم السياقه، وهي البحث عن معلم سياقه ومدرب سياقه، حجز موعد امتحان سياقه، والمحاضرات النظريه للحاصلين على رخص التعلم. هذه ابرز خدمات تقدمها الاداره العامه للمرور في الوقت الحالي. يعطيكم العافيه على هذه الجهود المميزه في الاداره العامه للمرور، الرائد حمد ناصر الدوخي رئيس شعبه الفحص الفني بالاداره العامه للمرور، كل الشكر والتقدير لك. لحجز موعد لاي من خدماتنا باستخدام تطبيق سكيب لاينو، كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق من على جوجل بلاي أو أب ستور، اضغط على زر التسجيل، أنشئ حسابك بإدخال رقم هاتفك، أدخل رمز التحقق الذي أرسل إليك على رقم الهاتف، اختر وزارة الداخلية من على دليل الخدمات، اختر فرع إدارة المعلومات الجنائية الأقرب إليك، اختر الخدمة التي تحتاج إنجازها والوقت المناسب لك. أكمل الإجراءات ليصلك تأكيد على حجز الموعد. ولا أسهل. نواصل معكم مشاهدينا الكرام الحديث حول الخدمات الإلكترونية اللي دشنها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، اللي أطلقت بالتعاون مع عدد من إدارات منها شؤون الجمارك. وللحديث حول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد حمد أحمد بوحجي مدير إدارة الموارد المالية بشؤون الجمارك. مساك الله بالخير. مرحبا أختي، مساكم الله بالنور. يا هلا. حبيت البداية مسي عليكم بالخير وعلى القائمين على البرنامج والمشاهدين. اختي يا هلا ويا مرحبا فيك. لو تكلمنا عن ابرز الامور او لو تكلمنا عن ابرز الامور اللي صارت من انضمام شؤون الجمارك لمنصه الحكومه الالكترونيه. طبعا ياتي انضمام شؤون الجمارك لمنصه الحكومه الالكترونيه
وتدشينها من قبل معالي وزير الداخلية لحد الماضي استكمال لمشاريع الدفع الإلكترونية اللي تقوم بها شؤون الجمارك في الفترة السابقة بمتابعة مستمرة وتوجيهات من معالي رئيس الجمارك. حيث قامت شؤون الجمارك في الفترة السابقة بتدشين عدد كبير من الحلول الدفع الإلكترونية، يمكن من أهمها نظام فواتير بالتعاون مع شركة بنفت البحرين في عام 2017، ومن بعدها الدفع عن طريق آلات تحصيل النقد بالتعاون مع شركة باي في عام 2018، وأخيرا منصة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهي النافذة لجميع الخدمات الحكومية حاليا، واللي هي بتساهم بشكل كبير في إبراز أحد أهم المبادرات الخاصة بشؤون الجمارك، وهي تسهيل الإجراءات الجمركية للمستفيدين. نعم، يعني أستاذ حمد لو تكلمني عن المردود الإيجابي بعد الانضمام لنظام الدفع الإلكتروني. بلا شك أختي، هناك العديد من الأمور الإيجابية من خلال هذه الانضمام، يمكن أقدر ألخصها في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هي السرعة والسهولة في تقديم وإنجاز الخدمة، مثل ما أنتم عارفين يعني بيكون عن طريق موقع إلكتروني، فعدم وجود أي تدخل بشري في عمل المعاملات الجمركية، وبالإمكان إتمام الخدمة في أقل من دقيقة. يمكن النقطة الثانية بتكون عدم وجود أي رسوم إدارية أو جهد إضافي على مستخدمين الخدمة، بحيث أن الموقع راح يكون بشكل مجاني، لا يوجد أي رسوم إدارية موجودة فيه، وبيكون عن طريق استخدام الهاتف أو الحاسب الآلي في أي وقت وفي أي مكان. والنقطة الثالثة هي مساهمة في التحول الإلكتروني في معظم الخدمات اللي تقدمها شؤون الجمارك، تنفيذا لتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا. وهذه جميع العوامل اللي ذكرتها راح إن شاء الله تنجز عنها الوصول إلى الهدف المنشود لشؤون الجمارك، وهو تقديم خدمات جمركية متميزة، بحيث تكون مملكة البحرين أحد الدول الرائدة والمتقدمة إن شاء الله في القطاع اللوجستي. نعم، يعني أستاذ حمد لو تشرح لنا آلية الدفع الإلكتروني، ولو تكلمنا وتقول لنا هل هناك متطلبات معينة لعملية الدفع الإلكتروني لازم أن نحن نتبعها؟ نعم أختي، هو موقع إلكتروني اللي هو bahrain.bh، الموقع الخاص بمنصة الحكومة الإلكترونية. التطبيق جدا سهل، جدا آمن، بالإمكان استخدامه من أي مكان وبأي طرق الاتصال الحديثة اللي هي الحاسب الآلي أو التلفون. بإمكان الشخص الدخول على الموقع واختيار خدمة دفع الرسوم والضرائب الخاصة بشؤون الجمارك، من ثم بيطلب منه الموقع متطلبين أساسيين، واللي هو رقم البيان الجمركي أي رقم المعاملة والسجل التجاري. بعدها إن شاء الله راح ينقل لصفحة ثانية واللي هي راح تبين فيها تفاصيل الرسوم والضرائب الجمركية المطلوبة أو المراد دفعها. في الأخير راح يطلب منه اختيار وسيلة الدفع المتوحة عنده، والحمد لله يعني الموقع مجهز بأنه يستقبل جميع أنواع بطاقات الائتمانية، سواء كانت ديبت كار أو كريدت كار، وبيطلب من إدخال البريد الإلكتروني والرقم الهاتف أساس يرسل له إن شاء الله الرصيد في حال نجاح العملية. نعم، كل شكر لك السيد حمد أحمد بوحجي، مدير إدارة الموارد المالية بشؤون الجمارك، شكرا جزيلا لك. الوطن حنا وحنا نبني البحر، نعم.
تديم رايتنا وتبقى في المعالي دوف وحنا لجلها عين وقلب ما يعرف انه عسى الله يديم رايتنا وتبقى في المعالي دوف وحنا لجلها عين وقلب ما يعرف انه كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين يبداها كل ما نملك وحنا لها الدرع الحصين يبداها كل ما نملك وحنا لها الدرع الحصين بقلوبنا حب الملك حب الوطن فحريننا كل الولا فينا سكن بقلوبنا حب الملك حب الوطن فحريننا كل الولا فينا سكن والله شعار نعم حنا العيون الساهرة والمملكة في العين بخطوات ثابتة تسير مملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا من خلال تسخير كافة الجهود في هذا المجال لضمان سلامة وصحة كل من يعيش على أرض المملكة. هذه الجهود الطيبة الوطنية الطيبة الكبيرة حققت إنجاز جديد لمملكة البحرين وهو الوصول إلى 1,000,000 مسحة أنفية لفحص فيروس كورونا مما أعطى المملكة مركز متقدم جدا عالميا في نسب الفحص يا فواز. وحتى نسب الشفاء ولله الحمد يا لولو فقد كانت في البحرين أكثر من 92.2% وهي نسبة تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وبفضل ما قدمت القيادة الله يحفظها ثانيا للقطاع الصحي والجهود المبذولة من قبل فريق البحرين يعطيهم الصحة والعافية صح. طبعا وخلال اتصال خاص بمركز الأخبار أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت عيد الصالح وزيرة الصحة أن إجراء أكثر من 1,000,000 فحص خلال 6 أشهر يعد إنجاز جاء نتاج جهود وطنية دؤوبة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. خلنا نتابع جزء من الاتصال الهاتفي وراجعين الحديث أكثر على هذا الموضوع. الإنجاز اللي تحقق بإجراء 1,000,000 مسحة يعتبر فخر لمملكة البحرين أن استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز لإجراء الفحوصات المسحة الأنفية للمواطنين والمقيمين. فبالتأكيد هذا لم يكن بالأمر اليسير والسهل ولكن كان هناك تحدي للتصدي لهذا الفيروس وجاء هذا التحدي بفضل الجهود الوطنية اللي قام بفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظ الله وذلك للحفاظ على صحة وسلامة كل المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وكان تحدي كبير فعلا أن احنا نستطيع أن نحقق هذا الإنجاز وبالتالي طبعا يعد يعني على المستوى العالمي إنجاز ونجاح كبير وهذا فعلا ما أكدته منظمة الصحة العالمية ويشار بالبنان إلى الإنجاز اللي تمكنت البحرين وإصرار وعزيمة لمواجهة هذا الفيروس وإن شاء الله يتم الانتهاء والقضاء على هذا الفيروس. حالات الشفاء من الفيروس وصلت إلى نسبة 92.3% يعتبر هذا مؤشر نجاح لمملكة البحرين ومثل ما قلت بفضل جاء هذا طبعا فضل الاستعدادات والتجهيزات وأثبت كفاءة النظام
الصحي في مملكة البحرين، خاصة من خلال توافر الطاقة الاستيعابية سواء في مراكز الفحص والعلاج، وتوافر كل السبل والوسائل اللي تساعد على ارتفاع حالات الشفاء. جهود كبيرة أكيد مشاهدينا الكرام بذلت من جميع العاملين في الصفوف الأمامية. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا في الأستوديو الدكتورة نجاة أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. يا هلا ويا مرحبا فيك، مساء الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، مشكورين على الاستضافة. يا مرحبا فيك دكتورة. ونتكلم عن هذه الأرقام دكتورة معك في البداية، لما نتكلم عن مليون مسحة أنفية خاصة يعني المقيمين والمواطنين، ماذا تعني هذه الأرقام؟ طبعا هذه إنجاز كبير أن احنا وصلنا إلى هذه العدد اللي هو مليون فحص مختبري للكوفيد، وطبعا هذه بجهود كبيرة بفضل الله طبعا في البداية، وبفضل الجهود الوطنية الجبارة صراحة للفريق البحرين وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظ الله. وطبعا هذه طبعا كله يصب في يعني حفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. طبعا احنا نقوم بالعديد من الفحوصات، في فحوصات العشوائية، وهاي طبعا تقوم بها حملات من وزارة الصحة على جميع مناطق البحرين، وكذلك في الفحوصات اللي بشكل يومي تقوم فيها اللي هي في أرض المعارض في مركز الفحص، وكذلك في فحص المركبات. وطبعا هذه كل هذه الفحوصات من أجل طبعا صحة وسلامة الناس، ومن أجل أن احنا نحصل على الحالات بشكل مبكر ونكتشفها، وفي نفس الوقت نقي الناس من أنهم يتخالطون معها، فبذلك أن احنا نحقق الوقاية من هذه اللي هو كوفيد. جهود كبيرة كنا نلاحظها، وحتى لما شفنا أن بعض الدول قامت بتخفيض عدد الفحوصات، البحرين ما وقفت ابدا. يعني حتى مثلا مر علينا اعياد، مرت علينا مواسم، احنا قلنا لا اكيد الموظفين بيروحون يرتاحون وبتقل عدد الفحوصات، وكنا كل يوم هنا من خلال هذا البرنامج اذا نعلن عدد الفحوصات يكون العدد مقارب، يزيد بس ما يقصر. يعني ما شاء الله عليكم عشان تسوون ذي العمل الكبير اللي هو وصلنا لمليون فحص مختبري، كم الطاقم الطبي، كم المتطوعين، ايش كثر؟ يعني اكثر من 1000 وشيء. يعني طبعا هذه بس في مركز المعارض، ارض المعارض، لكن عندنا بعد في المختبرات بعد زيد عليها كم 100، زيد عليها يعني طاقم صراحه كبير. وفي نفس الوقت يعني جهود عظيمه، جهود جباره ترى متواصله ليل نهار، وفي نفس الوقت المعنويات مرتفعه. يعني انت تسوين التست وانت يعني مرتاحة، حب، وهذا كله حق حب الوطن طبعا. نعم. وحب البحرين وحب يعني التضحية صراحة، تضحيات عودة قاعدين نشوفها من خلال هذه الجائحة، يعني طلعت لنا هذه التضحيات العودة اللي قاعدة تصير. صدقت يعني الطواقم كلها نشوف هذه الطواقم تقدم عملها بحب، تقدم خدماتها بحب وولاء لهذا الوطن. نعم. وقيادة الحكيم الله يحفظها ويرعاها. نعم. طبعا مشاهدينا زميلتنا شوق العثمان صار له أسبوع تقريباً ترافق وحدة الفحص التابعة لوزارة الصحة، اللي ينتقلون كل يوم بين عدة مواقع في البحرين لإجراء الفحص العشوائي لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين الراقبين بالتأكد من سلامتهم وصحتهم بالتأكيد. اليوم أعدت لنا شوق التقرير، راح نتابعه معاكم وبنرجع لاستكمال باقي حديثنا مع ضيفتنا الكريمة. وعي يثبته كل يوم المواطنين والمقيمين من خلال توافدهم لمراكز الفحص العشوائي للإطمئنان على صحتهم وسلامتهم من خلال الفحص المقدم بشكل يومي ومجاني من قبل وزارة الصحة. الوعي موجود لجميع الأعمار، يعني حتى اللي على الكبير في السن اللي على الصعبة شوي على الويلتشير مثلا إنه يجي أو شيء كذي، الأهل يجيبونه، الأطفال الصغار اللي أشهر يجيبونهم بعد. حملة المكافحة الوطنية لفيروس كورونا اوريدي أتت بثمارها على الكل، سواء المقيمين أو سواء المواطنين، فكل الحين كل الناس الحين يعرفون شنو هو الكورونا، مرض الكورونا، وشنو يعرفون طرق الوقاية منه. المبادرة بالفحص الطوعي والعشوائي هي شيء من الأشياء المهمة لتخطي هذه المرحلة. مملكة البحرين اليوم تجاوزت المليون فحص للمسحة الأنفية الخاصة بفيروس كورونا،
وجهود كبيرة بذلت للوصول إلى هذا الرقم من خلال تواجد الطاقم الطبي بشكل يومي في المجمعات التجارية والمراكز الصحية والنوادي الرياضية وغيرها من الأماكن لإجراء الفحص لأكثر من 400 شخص في المكان الواحد. تشرفنا اليوم باستضافة الفريق الوطني لمكافحة كورونا، وهذه الجولة الثانية. الجولة الأولى كانت قبل حوالي أسبوعين. طبعاً بهالمناسبة أنا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، ولأعضاء اللجنة جميعاً وللمتطوعين. شفنا اليوم الوعي المجتمعي وتفاعلهم من نساء وأطفال وكبار في السن، وهذا كله يدل على حرصهم ووعيهم على سلامة المجتمع. أرقام كبيرة ونتائج مبشرة بازدياد الوعي والحفاظ على ممارسة الإجراءات الوقائية وتطبيق الإرشادات الاحترازية، والوقت كفيل بإثبات نجاح مملكة البحرين في التصدي لهذا الفيروس وبكل ثقة. شوقي العثمان لبرنامج مجتمع واعي. حياكم الله من جديد، وعودة للدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. دكتورة، لو بنتكلم عن هذا الكم الكبير والعدد الكبير من المسحات اللي وصلت المليون، يعني هل تساهم هذه المسحة في زيادة أعداد اللي تم شفائهم من هذا الفيروس؟ طبعا، أنت كل ما زدت أعداد الفحوصات كل ما اكتشفت الحالات بوقت مبكر، والعلاج طبعا بيكون في وقت مبكر بيكون طبعا احسن بكثير من لو كانت الحاله يعني تقدمت. في نفس الوقت انت لما تفحص المخالطين وتفحص العشوائي، فانت بهذه الطريقه تكتشف الحالات بوقت مبكر فتعزلهم وتحجرهم بحيث انهم ما ينشرون المرض حق الاخرين، وبالتالي انت قاعد تسيطر على المرض وانتشار المرض بافضل طريقه ممكنه. اي نعم، وطبعا نسبه الشفاء مثل ما شفنا 92 ما شاء الله 0.2. اي، وهذه طبعا من اعلى النسب اللي موجوده في العالم، يعني اذا قارناها بال، وهي نسبه جدا، يعني اعتقد ان ذي السنه الهجريه قاعدين نسمع فيها ارقام مطمئنه، قاعده تطمئننا، وان شاء الله يا رب تكون هي سنة الفرج والانفراج يا رب. إن شاء الله يا رب. خلينا نواصل معكم مشاهدينا هذه الفقرة مع جنودنا اللي في الصفوف الأمامية، ومعانا عبر سكايب الدكتورة بسمة صفار استشاري صحة عامة وبائيات. يعني في البداية نبارك لك هذه الجهود ووصول مملكة البحرين إلى المليون فحص مختبري لفيروس كورونا. يعني دكتورة، لو تخبرينا شنو الإجراءات اللي كنتوا تتبعونها عشان توصلون لذي الرقم؟ مساكم الله بالخير، شكرا على الاستضافة. طبعا الإجراءات اللي كنا نتبعها هي استقبال الأعداد الكبيرة من الناس للفحص، منهم من يتم فحصهم كمخالطين لمرضى مصابين، أو الفحوصات العشوائية، أو الفحوصات مع بعد انتهاء فترة الحجر، وكلهم بيكون حسب نوع، يعني يتم توزيعهم على مركز المعارض بحسب القاعة اللي تكون مختصة بفحص الفئة المعينة للمخالطين، أو إنهم كانوا فحص عشوائي، أو إنهم مسافرين وعائدين من السفر يتم فحصهم بعد انتهاء مدة الحجر، أو أيضاً المخالطين بعد انتهاء مدة الحجر يتم فحصهم. دكتورة بسمة، يعني كلنا نعرف مليون فحص عدد مو قليل أبد، والفحوصات اليومية بالآلاف، وصعوبات كثيرة أكيد واجهتكم، يا ريت تخبرينا بهذه الصعوبات خلال هذه الفترة تحديداً. من أهم الصعوبات اللي واجهنا في هذه الفترة هي تنظيم هذه الأعداد الكبيرة، وتنظيمهم من حيث يعني عدد الناس اللي نستقبلها مع القوى العاملة اللي موجودة من عاملين يعني ثابتين تبع وزارة الصحة، أو إنهم متطوعين يتم تدريبهم لإجراء الفحوصات. فبالتالي في البداية كان يعني المكان بعد افتتاحه كمكان له مركز المعارض، تم تنظيم المكان لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، وبشكل يومي يتم يعني إخبارنا بعدد الفحوصات التي ستجرى، وعلى هالأساس نعد الكادر وندرب المتطوعين الجدد، ونتابع طريقة إجراء الفحص بالنسبة إلى المخالطين أو اللي انتهوا من فترة الحجر.
واجهتنا صعوبات يعني في البداية تقبل الناس لإجراء الفحص، تقبل الناس إلى يعني الصعوبات إن الحجر المنزلي، تقبلهم إلى البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات. كان في البداية في صعوبة إلى أن المجتمع البحريني يعني بدأ يدرك أهمية الموضوع وأهمية اتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى. فكانت تواجهنا صعوبات تقبل الناس، بعضهم يرفضون الحجر وبعضهم لا، يكون يعني متعاون ومن البداية يوافق. فكان هذه من أهم الصعوبات، بالإضافة إلى يعني حجم العمل كان كبير، طاقم كبير طبعا يقوم فيه، ومشكورين جميعا سواء الأطباء الممرضين وكل الكادر اللي عمل، ومن المتطوعين كان لهم دور كبير نعتمد عليهم بعد تدريبهم في إجراء الفحوصات. لكن بعد في النهاية كنا نواجه صعوبات طول فترة العمل، الإجهاد اللي في بعض الأحيان يصير، إنه يعني بعض الأحيان ممكن كان يعني الالتزام باستخدام التدابير الوقائية حتى بالنسبة للعاملين الصحيين وكيفية التزامهم بعدم التجمع حتى في مكان العمل، لأن هذا كان يسبب مشكلة إنه ممكن تنتشر العدوى حتى بين العاملين الصحيين إذا ما التزموا حتى في موقع العمل. وهذا كان من أهم الصعوبات، بالإضافة إلى الترتيب بين العمل والمنزل والواجبات المنزلية يعني. ولكن ولله الحمد بفضل جهود الجميع وحبنا للوطن، إحنا مستعدين ونواصل بعزم إن شاء الله إلى أن نتخلص من هذا المرض إن شاء الله. يعني مقدر كل هالجهود اللي قمتوا فيها بدكتورة بسمة، يعني لو تركت لك المجال لتوجهين كلمة أخيرة لمجتمع واعي، لبرنامج مجتمع واعي ولكافة العاملين في الصفوف الأمامية وأيضاً للمجتمع البحريني، شنو حابة تقولين؟ أول كلمة أوجهها فعلاً إلى يعني أول كلمة أحب أوجهها هي للقيادة الرشيدة. وبصراحة يعني كان دعم كبير، دعم لا متناهي لكل الخدمات الخاصة بالكورونا، من ناحية فحوصات، من ناحية علاجات، من جميع النواحي. وأوجه شكر خاص للشعب البحريني الواعي الذي أثبت فعلاً أنه شعب واعي متعاون متكاتف على جميع الأصعدة، من عاملين صحيين، من ناس يعني حتى في المجتمع نفسهم، بتكاتف الجميع وبجهود الجميع. إن شاء الله يا ربي نتخطى هذه المحنة ونحارب هذا المرض ونتخلص منه، وأتمنى الصحة للجميع، وأتمنى منكم أن تواصلون على اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وأهم شيء أهم شيء التباعد الاجتماعي حتى نضمن سلامتنا وسلامة الجميع. وأوجه شكر خاص لكم على استضافتكم، وأشكركم صراحة على الدعم الكبير، ودوركم كبير في إظهار أهمية الفحوصات وأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والمواصلة بعزم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وأنتم اللي دوركم كبير. وإذا في كلمة إحنا نوجهها لكم في الصفوف الأمامية، يعطيك العافية الدكتورة بسمة الصفار استشاري صحة عامة والوبائيات، شكرا جزيلا لك، وعودة بالتأكيد للدكتورة نجاة. دكتورة نجاة، لو بنتكلم عن الفحوصات العشوائية وبنتكلم عن وحدات الفحص المتنقلة، كيف يتم اختيار المواقع الخاصة بإجراءات الفحوصات العشوائية؟ طبعا في البداية كنا نفكر أن نروح في جميع المناطق، نعم، وفي كل المحافظات بحيث نغطي جميع المحافظات. بعدين شوي شوي بدينا نركز على المناطق اللي تزيد فيها الأماكن اللي هي الإصابات، نعم، يعني اللي نحس أن المنطقة فيها أكثر إصابات. بدأت تتكون عندكم أرقام وعرفتوا المناطق، يعني في بعض الأفكار اللي مثلا نشوف أن بعض الأماكن اللي فيها يعني شوي زيادة في الأعداد نروح لها هي قبل. لكن في نفس الوقت هاي ما يمنع أن احنا نروح على طول في جميع المناطق تقريبا البحرين، وفي ناس وايد تطلب منا اصلا، يعني نعم، في محافظات يطلبون منا نبي، فاحنا نلبي هذا الشيء، وفي نفس الوقت نحط في بالنا ان احنا نركز على بعض المناطق المعينه. حتى الاهالي والمواطنين صارت عندهم ثقافه عامه، قاموا يدورون بالفعل وين المواقع. والله يا فواز قبل كانوا يدورون، الحين ما يحتاج يدورون، وزاره الصحه قاعده تنشر احنا موجودين هني، حياك تفضل خذ لك الفحص. نعم، يعني فعلا جهود كبيره قاعدين تقومون فيها خصوصا في مجال الفحص العشوائي. هل عندكم خطط مستقبليه لزياده الاعداد، ام ان تشوفون في هل ام ان عندكم خطط استراتيجيه مغايره؟ يعني الحين الى الان احنا تقريبا نفحص 10,000، يعني في حدود 10,000 في اليوم يوميا، نعم.
وهذه طبعا أعداد عودة وتحتاج إلى جهود كبيرة. إحنا الحين لحد الحين هذه هو خطتنا بنواصل عليها عساس نشوف بالنسبة حق هذه الأعداد اللي إحنا نسويها كم النسبة منها اللي تطلع اللي هي الموجبة المصابة، وهاي يعطيك يعني تقدير أن أنت هل العدد قاعد يزيد الموجبة ولا يعني ثابت على مثلا نسبة معينة أو يقل أو يقل. فإذا أنت ثبتتي شوي فترة عدد الفحوصات بتعرفين شلون بالضبط مثل ما يقول المنحنى الاتجاه اللي هو المرض، هل هو في تزايد، هل هو ثابت أو ينقص. يعني دكتورة أنا كان في بالي سؤال وانت قاعدة تقولين أن احنا أعدادنا كبيرة كنا نشتغل، ما تخافون أن تتقصرون؟ ما تخافون يعني ما كان عندكم هذا الخوف أنه يقصر المورد البشري أو حتى يقصر المورد المسحات تقل؟ ما شاء الله يعني أقول لك صراحة يعني القيادة الرشيدة والحكومة توفر لنا يعني ما تصورين يعني هاي المساحات على طول موجودة وما يعني هاي من هاي الناحية إحنا ما نحاتي مثل ما نقول. الكوادر فعلا كنا في بعض الأحيان نحاتي إن إحنا يمكن تنقص، لكن الحمد لله مع وجود الوعي المجتمعي ومع وجود المتطوعين ما شاء الله يعني الكثير من المتطوعين اللي يقدمون خدماتهم الحمد لله. الواحد يقول الحمد لله إحنا في هذه الأرض، الناس تحب هذا التطوع والحمد لله يعني لحد الحين الحمد لله احنا قادرين، وبالعكس ومثل ما قلنا ان احنا بنواصل بعزم بعد باذن الله. عطفا على كلام المتطوعين والحديث عن المتطوعين، اليوم راح تبدا الدراسه بعد يعني فتره بسيطه جدا سواء الدراسه في المدارس او حتى في الجامعات، يمكن بعض المتطوعين هم من طلبه الجامعات، هل في فكره يعني لسد فراغ المتطوعين اللي موجودين عندكم؟ طبعا احنا فكرنا في هالموضوع، وهذه طبعا من الاشياء اللي كنا مثل ما اقول هاجس بالنسبه لنا وحاطينها في الحسبان. فاحنا بدينا كذلك ننظر الى متطوعين اخرين، لان متطوعين ما شاء الله اعدادهم كبيره. فيعني في متطوعين للحين ما احنا ما قبلناهم وما يوم يعني لا زالوا في القائمه للحين في القوائم، فان شاء الله باذن الله بعد نقدر ان احنا نوفر يعني. متاكده دكتوره ان احنا كلنا وياكم؟ بالعكس احنا موجوده في القوائم بالعكس يعني هاي اللي مطمنه مثل ما قلت لك، يعني مجتمع البحريني مجتمع ما شاء الله عليه واعي ويحب التطوع ويحب خدمة البشرية صراحة، هذه اللي فعلا أثبتت لنا الأيام. يعني احنا شفنا الدكتورة بس ما كلمتنا عن عدد من الصعوبات أو العوائق اللي تمرون فيها دكتورة، خصوصا أن الوقت حرج، ساعات العمل طويلة، المرض غريب بالنسبة لكم، يعني كل هذه الأمور تخليك شلون تخلي نفسيتكم؟ بالعكس يعني شوفي احنا قدامنا تحدي عود، لكن مع يعني تشوفين الجميع يشتغل بمعنوية عالية، الجميع حاط يد في يد بعض، الجميع يعطي أقصى طاقاته صراحة، ويعني ليل نهار يشتغلون فعلا، هاي يعني شيء مو سهل، لكن لأن حب الوطن قدامنا ونبي نتقلب على هذه الوباء، فتشوفين الكل قاعد يشتغل بلا كلل مثل ما يقول ولا ملل، والحمد لله بمعنويات عالية. هذه إذا كان الوقود الوطنية فأكيد ما راح ينضب. وطبعا إحنا يعني ما ننسى التشجيع والدعم يعني اللامحدود أقول لك من القيادات ومن القيادة العليا ومن الجميع، يعني ما تتصورين يوميا متابعات، يوميا على طول أي صعوبة يحلونها لنا، عرفت شلون؟ على طول ما يخلون أي صعوبات الحمد لله. يعني صدق في البداية شوي كان العمل، لكن الحين الحمد لله تنظم وقاعدين بالعكس يشتغلون يعني ساعات طويلة لكن بحب بتنظيم أيضا. يعني أنا ودي أدخل معاكم في الكواليس أكثر دكتورة، شفنا يعني الفرق اللي موجودة، فرقنا الطبية موجودة في المحاجر، موجودة في مراكز المعارض وغيرها من المراكز الطبية الثانية، ولكن شفنا فرق مسرحية تقدم خدمات ترفيهية للمرضى المتواجدين في المقابل عن الطواقم الطبية. هل في برامج ترفيهية تقام أحياناً للطواقم الطبية اللي ينضم بالساعات موجودين في المراكز؟ صراحة يعني ما عندهم وقت حق الترفيه، لكن بعد عندنا الحمد لله يعني في عندنا الجانب اللي هو النفسي، نعم. وطبعا في اتصالات على طول بالكوادر الطبية يعلمونهم شلون ان يتقلبون على القلق، يتقلبون على الضغوطات اللي يعني تواجههم،
وطبعا هاي الحمد لله هاي متوفر وعلى طول، وفي تدريبات حتى حق التنفس وكذي، بحيث ان الواحد يعني حتى اذا في قلق، طبعا اذا انت حطيتي في هذه الموقف وقعدتي في هاي المكان أكيد. لازم بيكون في ضغوطات يعني أكيد. كبيره، لكن الحمد لله في دائما سبورت وفي دائما تشجيع الحمد أكيد لله. اكيد دكتوره، كل ما تسمعون عبارات الاشاده من القياده العليا على راسهم جلاله الملك نعم. وجود يوم للطبيب او استحداث يوم للطبيب، وجود جائزه للطبيب، كل هذه الامور ترفع من المعنويات اكيد. اي نعم اكيد، يعني بالعكس هذه الجائزه اثلجت صدر الجميع، يعني الاطباء حسينا فعلا ان يعني عملنا يعني مقدر، وبالعكس يعني حسينا فعلا ان التعب اللي قاعدين نتعبه يعني في احد يقدره والحمد لله. وهذه طبعا احنا مو قريب على يعني القياده ومو قريب على البحرين ارض معطاء، والحمد لله الحمد لله احنا نعطي حتى لو قبل مقير الجائزه، يعني الكل قاعد يعطي الحمد لله. تستحقون التقدير والحب والشكر والثناء ايضا. مشاهدينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتوره ولكن بعد هذا الفاصل وهذا التقرير. عودة لكم مشاهدينا الكرام وأيضا ضيفتي العزيزة الدكتورة نجاة. يعني لو نتكلم عن الإشادات الدولية اللي حصلتها مملكة البحرين في احتواء هذه الجائحة، في التعامل الأمثل معها من مختلف المناحي، إيش تضيف لكم أنت وإيش تعني لكم؟ طبعا إحنا البحرين عندها تجربة فريدة مميزة، وهذه طبعا مو من عندنا إحنا، هذه طبعا الإشادة جاية من منظمة الصحة العالمية ومنظمات عالمية، لدرجة أن الحين يبون يحتذون في اللي هي تجربة البحرين. طبعاً النظام الصحي عندنا نظام قوي، وعشان كذي قدر يثبت للجميع أنه هو نظام قوي، وأنه هو قدر أنه هو يتقلب، يعني يتقلب يسيطر على الجائحة. نعم. في دول كبيرة يعني سقطت أمام هذه الصراحة الاختبار، هذه اختبار الجائحة كان بين لنا مدى الصلابة اللي في النظام الصحي، وكذلك بين لنا أن فعلا كوادرنا وعندنا ناس متخصصة ومؤهلة، وكذلك الدولة ما قصرت، قدمت كل يعني الأجهزة، كل الاحتياجات يعني للسيطرة على هذه الجائحة. طبعا البحرين يعني من زمان سباقة مثل ما قلنا، ومشهود فيها في مجال الصحة، وفي المؤشرات العالمية ومؤشرات الأداء دائما من المؤشرات المرتفعة، وتنافس فيها كذلك الدول العالمية مؤشرات الصحية يعني. والبحرين تقريبا جميع المراكز الصحية والمستشفيات عندنا معتمدة اعتماد دولي وعالمي، يعني اعتماد الكندي، فهاي بين لك أن إحنا أصلا يعني كان النظام الصحي عندنا قوي، وأثبتنا للكل أن نحن نظامنا الصحي قوي وقدر أنه هو يصمد وراء هذه الجائحة. دكتور، الجائحة أيضا ولدت ثقافة طبية لدى المواطنين من جانب، وأيضا استحداث خدمات إلكترونية من جانب آخر، هل إن شاء الله بعد الجائحة راح نلاحظ استمرار هذه الخدمات الإلكترونية؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين، تقليل الضغوطات على المراكز الصحية العامة بفضل أن المواطن عنده ثقافة الآن ممكن يتواصل مع الدكتور إلكترونيا، يتواصل معه هاتفيا. أعتقد أن في هذه الجائحة يعني فعلا احنا كنا في برامج كثيره نبي نسويها الكترونيه بس ما قدرنا، لكن خلال هذه الجائحه سرعت هذه المواضيع، وبالعكس يعني صارت عندنا برامج عديده. صحيح. والناس بعد مثل ما قلت الناس بدات تستخدمها اكثر. صح.
فالحين التلي مثل كونسلتيشن اللي نسميه اللي هو المقابلات اللي عن طريق الهاتف، هذه وايد فادت الناس يعني فعلا سهلت عليهم وسهلت على الدكتور وسهلت كذلك على المرضى انهم اي، وفي نفس الوقت يعني ساعدت في انتشار الوعي مثل ما نقولون بين جميع الناس. يعني هل بنلاحظ المراكز الصحيه في المستقبل تكون يعني قليله الاعداد قليله الضغوط عليها؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله احنا نتمنى الصحه حق الجميع. اكيد بلا شك. ان الناس يكونون اصحاء وتخف مثل ما يقولون الترددات على المراكز الصحيه. ان شاء الله. دكتوره، بحكم غربكم من المواطنين والمقيمين فتره الجائحه، شلون لاحظتوا التزامهم مدى وعيهم بجائحه كورونا؟ هل هم على ادراك ووعي بحقيقه هذا الفيروس؟ هل يعرفون يتعاملون معه؟ صراحة يعني احنا لاحظنا يعني وعي كبير في المجتمع من كل الفئات، يعني سواء مواطنين او غير مواطنين عندهم وعي وعندهم حب للمشاركة، يعني يعون ان احنا هذه الاجراءات مو لان احنا نبي نضيق عليهم، لا، يعون اهمية هذه الاجراءات وبالتالي يحققون هذه الاجراءات يلتزمون فيها، وهذه أهم شيء. يعني إحنا نبيهم يلتزمون، يعني يلتزمون بالتباعد الاجتماعي، يلتزمون بالكمامات، بغسل الأيدي، وهاي فعلا موجود. يعني الحمد لله شفنا وعي عود في كل الفئات، صغار كبار، حتى الصغار يعني تشوفينهم يغسلون يدهم الحين غير بالفعل. تغير حتى السلوك اليومي يعني بالفعل. وهذا من النتائج الإيجابية لهذه الجائحة. دكتورة، إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا في برنامج مجتمع واعي. هل من كلمة أخيرة تحبين توجهينها للمشاهدين؟ والله كلمات الشكر والعرفان والتقدير اولا حق الكوادر الصحيه، كوادرنا الطبيه التمريضيه الاداريه، يعني على هذه الجهود الجباره صراحه وعلى التضحيات الكبيره اللي قدمونها، تعجز الكلمات صراحه كلمات الشكر. وفي نفس الوقت طبعا في ظل قيادتنا الرشيده، نشكر قيادتنا الرشيده على توفير هاي الامكانيات وعلى هاي الجاهزيه الكبيره صراحه. والحمد لله احنا في البحرين، واحنا نحمد ربنا كثير ان احنا في الحمد لله في مملكه البحرين، والله يحفظ الجميع والكل ان شاء الله في سلامه وصحه. امين يا رب. امين. وفعلا الحمد لله على نعمه البحرين. كل الشكر لك دكتوره على تواجدك معنا. كل الشكر للدكتوره نجاه ابو الفتح، مدير اداره الصحه العامه بوزاره الصحه. شكرا جزيلا لتواجدك. شكرا دكتوره. مشاهدينا اكيد فاصل راجعين لبرنامج مجتمع واعي، خليكم معنا. مختبرات الصحة العامة هي المختبرات المعتمدة لفحص فيروس الكورونا COVID-19. الطاقة الاستيعابية للمختبر بلغت 3500 تحليل في اليوم الواحد. يعمل المختبر على مدار ال 24 ساعة. تقوم عملية الفحص على تقنية حديثة تسمى بتقنية البوليمريز تشين رياكشن اللي PCR. هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات العالمية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص هذا الفيروس. مختبر الصحة العامة المجهر الذي لا ينام، حيث لا مجال للخطأ أو نقص في الأداء. تقدرون تعتمدون علينا في إجراء الفحوصات، بس إحنا نعتمد عليكم في اتباع التعليمات. الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية، ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص، من التسجيل إلى الاستقبال، أخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم
مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر. الكراسي تكون متباعدة بمسافة مترين، ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مكان مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إنه يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة، باستخدام آلات رش المعقمات واستخدام آلات التبخير التطهيري واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية، وأيضاً قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لها لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع. حياكم الله من جديد، وبالتأكيد نواصل بعزم مشاهدين الكرام. احنا لما نتكلم مشاهدينا عن المليون فحص اللي وصلت لمملكة البحرين في إجراء الفحوصات الشاملة والمسح الأنفية لجميع المواطنين والمقيمين والقادمين لمملكة البحرين، لازم نتذكر هذه الفحوصات الكبيرة اللي تم إجراءها ما يأتي من فراغ، هذه رقم واحد، وما يأتي من غير جهد وتعب، هاي رقم اثنين. احنا لما نتكلم عن فحوصات عشوائية يا لولو، نتكلم عن الأندية اللي احتضنت هذه الفحوصات، نتكلم عن المجمعات التجارية، نتكلم عن الاستعدادات اللي تي قبل هذه الفحوصات، نشوف شرطة المجتمع متواجدين، نشوف موظفين وزارة الصحة متواجدين، نشوف متطوعين متواجدين، نشوف أعداد كبيرة تسهل من إجراء هذه الفحوصات يا لولو. صدقت يا فواز، يعني ونشوف تكامل يعني نموذجي في هذه الفترة وتعاون كبير بالفعل، وأيضا وعي كبير من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض أن يروحون هذه الفحوصات. يعني أنا بعد اللي أكثر شيء يلفت نظري فواز الحب يعني الحب للوطن هو اللي يخلي هذين الأشخاص فعلا يعطون بدون مثل ما نشوفهم. يعني أنا كل يوم أستغرب شلون هذين الأشخاص، هل هم لأن قدام الشاشة يقولون ذي الكلام، لكن أشوف إن حتى لما نحن نروح مراكز الفحص نشوفهم شلون قاعدين يشتغلون بحب وشغف، بس دافعهم الوحيد هو البحرين، بس خلاصهم الوحيد إنهم يبون يخدمون هذا الوطن ويردون جزء من الدين اللي يعني الكبير اللي عطتنا اياه الديره. لما احنا نقولنا البحرين باعت كل شيء واشترتنا، ترى يا جماعه هذه مو مجرد شعارات. لما نسمع دكتوره تقول واحنا نقول لها ما خفتوا انه يصير قصور في المعدات او شيء، تقول لا 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 هذا شيء مفروغ منه، القياده ما صفرت لنا كل شيء. هني حزتها نعرف يعني شنو المواطن، نعرف يعني شنو الوطنيه الحقه، نعرف ان كل اللي زرعتوه فينا ثمر في ذي الوقت، ذي الوقت الصعب. فالرخاء الكل زين، فالرخاء الكل علاقته الطيبة، لكن في الرخاء هني نشوف المواطن، هني نشوف المعدن الذهب اللي احنا نتكلم عنه. لما نشوف طبيب لما يحتضن ولده ونشوف الدموع موجودة عند الولد وعند الأبو، لما نشوف ممرض في نفس الموضوع، لما نشوف وكيل وزارة يحتضن ابنه ويقول أنا ما شفته صار لي فترة، لما نشوف كل هذه الأمور هني تبين معدن البحرين ويبين معدن البحريني. هذا الحب وهذا الولاء
تأكدوا أن هذه ننقلها لأبنائنا، ننقلها لأجيالنا، لأحفادنا القادمة، عشان يعرفون البحرين شلون ولدت على حب وولاء للقيادة وللوطن أيضا. أكيد يا فواز، وخلنا نواصل حديثنا عن إنجاز مملكة البحرين وجهودها الحثيثة في التصدي لفيروس كورونا. وفي أقل من 6 شهور وصلنا لمليون فحص أو مسحة أنفية لفيروس كورونا. هالرقم أبدا مو سهل ولا بقليل، يعني هذا الرقم يدل على سير مملكة البحرين في خطوات ثابتة نحو التصدي لفيروس كورونا بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد عسى الله يحفظه. آمين، الله يحفظه ويرعاه. اليوم بنتكلم أكثر مع جنودنا في الصفوف الأمامية، وفريق البرنامج جهز لنا هذا الاتصال المرئي عبر سكايب من أرض المعارض مع الدكتورة إجلال العلوي، مشرفة قاعة رقم 1 في أرض المعارض، والدكتورة أيضا غادة الزياني، استشارية صحة عامة، نائب رئيس مجموعة مكافحة الأمراض المعدية. طبعا أول شيء نسلم عليكم وحابين نبارك لكم على هذا الإنجاز اللي يحسب لكم. احنا اليوم حابين نسمع منكم، واكيد مليون فحص ابدا مو قليل، قولوا لنا شلون المواقف اللي انرسخت في ذاكرتكم. اولا مساء النور عليكم جميعا، واحنا بعد نبارك لكم لان هذا الانجاز مو بس حق الموجودين في ارض المعارض، هاي انجاز للبحرين كلها. طبعا احنا هني في وسط كل هالضغوط وجائحة كورونا، لكن اكيد مرت علينا مواقف جدا حلوة ونتذكرها، ويعني ترسم علينا البسمة. يعني مثلا اذكر موقف لرجال كبير في السن مسكين، كان طالع من القاعة ومخلص الفحص رايح السيارة، ففي البارك وقفني، وصراحة كنت مفترة انه بيسألني عن رقم القاعة، ان يعني لان في ناس تتلخبط يعني في هالامور، فتفاجأت انه هو بس لانه شافني لابسه اليونيفورم وقفني وقال شلونش بنتي طيبه؟ قلت الحمد لله، قال مشكورين وجزاكم الف خير وجعل في ميزان حسناتكم. يعني كان ذاك الكلام اللي قاله، رجعت على طول لزميلاتي زملائي اوصف لهم الموقف، وكنت حدي مستانسه، يعني لو كان في تعب من ذاك اليوم كلن مسح. يعني هاي الموقف ما انساه من ذاك اليوم، يعني ذاك الرجال الله يعني يجازي الف خير مثل ما ونسني يومها. يعني وفي طبعا مواقف يعني كثيره، بس هاي اللي الحين يحضرني. نعم، يعني اكيد كل الناس راح يدعون لكم دكتوره جلال، كل الناس بدون استثناء كلهم يدعون لكم ويرفعون يدهم حق السماء ويدعون لكم بالصحه والعافيه. يوم نرجع لك دكتوره غاده، لو تخبرينا عن المواقف اللي مريتوا فيها والايام الاولى، خصوصا الايام الاولى من الفحوصات، شنو تذكرين؟ نعم طبعا، امسي عليكم بالخير، واحنا فعلا فخورين بهذا الرقم اللي وصلنا له. الرقم دي طبعاً هو ليس مجرد رقم، هو يعتبر إنجاز. هذا الرقم يعني هو إنجاز لجهود عظيمة، ليبين أنك كثر الاهتمام بهذه الفحوصات. طبعاً يذكرنا في أول أيام الفحوصات إيش كثر كانت الناس متخوفة أن هذا الفحص صعب، أن الفحص مؤلم، كانت لدرجة أن الناس تتصل فينا يقول لي دكتورة ممكن يصير في بنش كامل قبل الفحص، وهو الفحص ثواني يعني. فكان في جدا في تخوف من هاي الفحوصات، وسبحان الله الحين الحمد لله وصلنا لمليون فحص، وهذه فخر لنا، وهذه الجهود نقدمها حق مملكتنا الغالية وأهلنا الغاليين في البحرين، ويبين اهتمام القيادة واهتمام الجميع بهذا بشعب البحرين ومملكتنا الغالية. لو بسألكم شنو الدافع اللي يخليكم تستمرون بالرغم من التعب، بالرغم من الشفتات وكمية الضغط والفحوصات اليومية؟ طبعا احنا من اليوم الأول أخذنا على روحنا عهد ان احنا أبناء البحرين لازم احنا اللي نكون السد الأول، واحنا اللي نوقف ضد هاي الفيروس. يعني سمعنا، وصلتنا الكثير من المسجات من القيادة الرشيدة الله يحفظهم، شلون هم فخورين أن كل هذه الجهود قائمة على كوادر وسواعد بحرينية. هاي الشيء أكيد يخلينا كل يوم نستمر، وكل يوم نقوم ونجي ونواصل بعزم. يعني فعلا هاي الشعار جاء في وقته، إحنا مواصلين في عزم وما راح نوقف إن شاء الله.
فعلا الثقة الكبيرة اللي أعطتني إياها القيادة الرشيدة هي اللي الدافع الأول لاستمرارنا. وطبعا حبنا لمملكتنا الغالي وحبنا لأهلنا، وطبعا احنا في موقع مسؤولية، وان هذه وقتنا ان احنا نثبت كل ثمرات الجهود اللي احنا كنا نعملها من قبل، والاستعدادات هذه كلها الحين يتم تطبيقها، وهذه الحين وقتنا لإثبات هذا الشيء. طبعا فعلا المدة كانت طويلة، لكن الحمد لله الدعم اللي نحصله والثقة هذه كلها جهود، طبعا دعم أهالينا في نفس الوقت، صبرهم على علينا ان احنا نشتغل فترات طويلة ودعمهم لنا، هذه كله يساعدنا ان احنا نواصل. واحنا بالعكس فخورين وجدا سعيدين بهذا اليوم اللي احنا الانجاز اللي حققناه، وان شاء الله بنواصل اكثر واكثر. يعطيكم الصحة والعافية، وأكيد حابين توجهون كلمة أخيرة، يعني لو سألت أعطيتكم المساحة وقلت لكم وجهوا كلمة أخيرة من خلال برنامجكم برنامج مجتمع واعي، شنو حابين تقولون؟ والله إحنا نتمنى من الجميع طبعاً إن إحنا اللي وصلنا له الحين من الكنترول للكوفيد 19 في مملكة البحرين يعتبر جهود مثمرة، وإحنا نتمنى نواصل هذه الجهود لما نوصل إن شاء الله إلى مثل ما يقولون إن إحنا ما يكون في تصفير لأي نعم لأي كيس تكون موجودة. فنتمنى من الجميع اتباع الإرشادات من الفريق الوطني، وإن يصبرون علينا بعد. طبعا إحنا نراهن على وعي المجتمع البحريني، ويتمنى يحط يد في يدنا ونواصل هذه الجهود ونحقق إنجازات أخرى أكبر من اللي وصلنا له إن شاء الله. يعطيكم العافية، احنا في الحقيقة سعيدين بوجودكم معانا، الدكتورة أجدال العلوي المشرفة بقاعة رقم واحد في أرض المعارض، وأيضا الدكتورة غادة الزياني استشارية صحة عامة نائب رئيس مجموعة مكافحة الأمراض المعدية. يعطيكم العافية وكل الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود. بالتأكيد جلودنا في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا يواصلون العمل بكل جهد دون كلل أو ملل، ويستحقون منا كل إشادة وتقدير على الدور الكبير اللي يواصلون القيام فيه. صدقت يا فواز، يعني جميع الأطقم الطبية والصحية وباقي أيضا الكوادر في مختلف المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية يبذلون الغالي والنفيس عشان يحدون من انتشار الفيروس وأيضا يرعون الحالات المرتبطة به. تنضم لنا عبر الهاتف الدكتورة جليلة السيد أستاذة أو استشارية طب عائلة وصحة عامة ورئيس مجموعة التمنيع بوزارة الصحة. مساك الله بالخير دكتورة. مساء الورد، مساء الخيرات. يا هلا ويا مرحبا. يعني دكتورة لو تكلمينا ما هي أبرز الخطوات والجهود اللي بذلت للوصول إلى هذا الرقم اللي احنا اليوم قاعدين نحتفل فيه، وهي وصولنا إلى المليون من المسحات الأنفية؟ طبعا هي جهود كبيرة جدا، لما أذكرها أذكر انعكاسات لأمور مختلفة توضح أن مملكة البحرين ليش في الريادة في هذا المجال. تعكس الالتزام السياسي منقطع النظير، لأن مليون فحص معناها موارد تشخيصية، موارد للفحص، أجهزة وتقنيات مخبرية، كوادر، كفاءات، مراقبة، متابعة، هذا كله التزام سياسي من صناع القرار بالمملكة والقيادة الرشيدة. تعكس التزام الكوادر الصحية، لأنهم عشان يوصلون للمليون معناها وقت كبير جدا، جهد كبير جدا، مجهود كبير جدا، مع كفاءة، مع قدرات، بناء قدرات ممكن استفادة منها مستقبلا، في متطوعين، في تكاتف، في وزارات مختلفة تكاتفت، في يعكس أيضا التزام المجتمع بأي قرار تتخذه وزارة الصحة أو توصيات، لأن المليون معناها مليون شخص جاء وقام بالفحص، سواء كان في المركز الوطني للفحص بأرض المعارض اللي احنا نشرف عليه واستضفتون الأخوات اللي دائما متواجدين، أيضا يعكس المجتمع شلون هو متكاتف ومتعاون ويانا في أرض المعارض وفي مراكز الفحص المختلفة، في موارد هيئت، فهذه الجهود، هذه الموارد، هذه المتابعات كلها إنجاز كبير جدا، كلها مكتسبات نستفيد منها اليوم، نستفيد منها بكرة، لأنها تجارب، قصص تحكى وتجارب نتعلم منها. فهذه التجربة تجربة فريدة
من نوعها، على قد الصعوبات اللي نواجهها، على قد السعادة اللي نحس فيها، لأن صرنا نسيج متكامل من وزارات، من قطاعات مختلفة، من التفاف حوالين القيادة الرشيدة، من التفاف على بعضنا البعض بالرغم من التباعد الاجتماعي، لأن كل واحد حريص إنه يوصل لهدف معين يعكس التزامه بمسؤوليته ومواصلته بعزم للوصول لهاي المليون وإن شاء الله مليونين. بس مع زيادة الفحص إن شاء الله يا رب تكون كل الفحوصات سلبية وكل الناس تتمتع بصحة وعافية باستزامها بكل المعايير الطبية. آمين يا رب. دكتورة، نبرة صوتك فيها فرحة، فيها سعادة بهذا النجاح اللي تحقق بنسبة الشفاء المرتفعة بفضل الله سبحانه وتعالى. لو طلبت منك كلمة تقولينها لأي مواطن أو أي مقيم متخوف من إجراء الفحص وتشجعينهم على إجراءه. أمانة فعلا أشعر بالفخر والسعادة، أشعر بالفخر أني على هالأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة اللي لا تألو أي شيء تستثمر في صحة المواطن. أشعر بالفخر لأني جزء من هالمجتمع اللي مستعد يقدم الغالي والنفيس. المتطوعين على مدار الساعة متواجدين، الكوادر الطبية والصحية والمخبرية، كل الكفاءات. يعني أنا لما أتكلم عن طاقم طبي، طاقم تمريضي، طاقم تسجيل، مخبري، صيدلية، لما أتكلم عن نظام معلومات آي تي، آي صح، الجميع متكاتف، الجميع متكاتف، أعجز عن وصف الجميع، وزارات مختلفة. أشعر بالفخر إن أنا جزء من هذا الفريق، فريق البحرين، واللي إن شاء الله بنواصل بعد. كلمة أخيرة، إحنا شفنا العديد من الناس في البداية متخوفين من الفحص، لكن لما نقول وصلنا للمليون معناها مليون شخص تم فحصه، ما في مضاعفات سمعناها من الفحص، وإن شاء الله ما نسمعها. في البحرين الأمور تسير بثلاثة، لأنها على أيدي كفاءة وفي متابعة حثيثة من الجميع، من جميع المعنيين، من صناع القرار، من القيادة الرشيدة، من الفريق الوطني لمكافحة الكورونا، من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد حفظه الله ورعاه، من الجميع، هذه كلها، من سعادة وزيرة الصحة، الجميع، جلالة الملك، رئيس الوزراء، الجميع قاعد يتابع ويانا، حريص جدا على المواطن، حريص جدا على المقيم. احنا نأمل منكم لما يقولون لكم في فحص، أرجوكم احنا ننتظركم عشان نخدمكم، عشان صحتكم، عشان سلامتكم. سلامتكم تعني لنا كثير، لأنها سلامة الجميع. شفنا في أرض المعارض في مراكز الفحص المختلفة أشخاص أصيبوا، حاليا تجرى تجارب سريرية للقاح، ما زلنا نتمنى الإقبال من المتطوعين، لأن نجاح هاي العملية معناها قد تكون خطوة أو خطوة في مجال إجراءات احترازية، إجراءات وقائية أكثر. وإحنا نعرف جميعا أن مملكة البحرين في الريادة حريصة عليكم، أرجوكم استغلوا هاي الفرص بالتطوع، في مثل ما تطوعتون لخدمة البحرين في مجال الفحص. لا تنسون احنا بانتظاركم ايضا للاجراءات الوقائية والعلاجية. احنا على ثقة بان احنا مجتمع واعي ملتزم مسؤولياته ويواصل بعزم بتكاتف الجهود ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك دكتورة جليلة السيدة، استشارية طب عائلة وصحة عامة ورئيس مجموعة التمنيع بوزارة الصحة. كل الشكر والتقدير لك على هذا الاندفاع في الحب والوطنية والإخلاص في العمل. شكرا لك. إيمانا من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأهمية الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب، أطلق سموه مبادرة بتحديد أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام يوما للطبيب البحريني، وجائزة تحمل اسم خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني لتكريم الأطباء المتميزين، وذلك إيمانا من سموه بأهمية الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب، وتقديرا لجهود وعطاءات الأطباء البحرينيين. وتشمل جائزة سموه فئتين، الأولى جائزة الابتكار والإبداع في البحث العلاجي والسريري والطبي، والثانية جائزة الوفاء والعطاء الممتد. وتتضمن الشروط العامة للتقدم لنيل الجائزة: 1- أن يكون طبيبا بحرينيا. 2- أن يتم تقديم الترشيح عبر المؤسسة التي ينتمي لها الطبيب بالنسبة للفئة الأولى. 3- يجوز للمؤسسة ترشيح 3 مرشحين كحد أقصى لكل فئة من فئتي الجائزة.
4. التقديم للجائزة في الوقت المحدد، وذلك في موعد غايته 5 سبتمبر 2020 مع استيفاء الشروط العامة والشروط الخاصة للفئة التي يتم التقديم لها، ويتم التقديم بملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة وإرفاق المستندات المؤيدة للترشيح وتقديم الأوراق عبر البريد الإلكتروني التالي kbs.bdra.reg@health.gov.ph. ولمزيد من التفاصيل حول الشروط الخاصة للتقدم للجائزة في الفئتين الأولى والثانية، يرجى الاطلاع على صفحة جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني على الموقع التالي www.moh.gov.ph/kbsa. لازلنا متواصلين معاكم ولازلنا نتكلم عن الإنجاز الكبير اللي حققته مملكة البحرين من خلال المليون فحص، وذي كلها طبعا بفضل تكاتف الجميع وبجهود ملائكة الرحمة وكل من يعمل من فريق البحرين. طبعا فريق عمل البرنامج تواصل في وقت سابق مع الأستاذة خديجة عبدالله رئيسة الخدمات الإدارية بالصحة الأولية، وسألوها شنو حابة تقول بمناسبة هذا الإنجاز. خلنا نتابع. يمسيكم بالنور والسرور، وأشكر لكم هذه الاستضافة، وأحب أهنئ الجميع قيادة وحكومة وشعب على هذا الإنجاز، إنجاز مليون فحص مختبري. وفي الحقيقة هذا الإنجاز يضم إلى إنجازات فريق البحرين بقيادة حكيمة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد وتحت راية جلالة الملك المفدى. والجدير بالذكر بأن مملكة البحرين ولله الحمد احتلت المراتب المتقدمة في نسبة الفحص لكل 1000 شخص، وكذلك نسبة التعافي اللي وصلت 92%. طبعا تم تحقيق ذلك بفضل تكاتف الجميع وجهود جميع الجهات المعنية وأبناء المجتمع الواعي لجميع القرارات الصادرة من الفريق الطبي الوطني للتصدي لفيروس كورونا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وكما صرحت وزيرة الصحة بهذه الإنجاز. وأيضا فريق العمل سألها عن الجهود اللي بذلتها مملكتنا للوصول لهذا الإنجاز، خلينا نتابع شنو قالت. منذ تفشي جائحة كورونا وحتى يومنا هذا، فإن فريق البحرين عمل بكل جهد وإخلاص وترفاني بجميع كوادره ومنتسبيه، وخاصة منهم في الصفوف الأمامية. طبعا مملكة البحرين عملت على وضع البروتوكولات وعلى وضع المعايير تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وهذه التمسناه منذ بداية تفشي الجائحة في الإجراءات اللي تم اتخاذها في المنافذ والمعابر، وبعد ذلك تم تفعيل الوحدات المتنقلة وعمل الفحوصات العشوائية وتلت فتح مراكز الفحص والعلاج والعزل. كل هذه الجهود المتوالية والمتتالية كان لها الأثر في البحث عن الحالات الكامنة وتتبع المخالطين، بالإضافة إلى تحجيم انتشار الفيروس في المجتمع ولضمان مجتمع آمن وبث روح الطمأنينة فيه. فتم التوسع في عمل الوحدات، فنشوف انهم متواجدين في معظم المجمعات والاسواق التجاريه وكذلك الانديه الرياضيه مؤخرا، بهدف يعني بث روح الطمانينه للمواطنين وان سهوله وصول الجميع الى مراكز الفحص. مليانة مطار يقوى الوطن ويا
حرين بس ما تفتخر قصة عزم وقصة صبر وقفة طبيب في المحن وقفة مواطن للوطن وقفة مواطن للوطن بحرين بس ما مرحبا فيكم مشاهدينا، وننتقل الحين إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكرا الزميلة لولو، وبالتأكيد راح نستعرض في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس 20 من شهر أغسطس 2020. فقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 1,000,000 فحص، وهي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 3493 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 3455 حالة، فيما يبقى 38 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. والحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 75 حالة، أما المتعافون فيبلغون 44,278 متعافي. الوفيات 179 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 369 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 134 حالة لعمالة وافدة و232 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الخارج، وتسجيل حالة وفاة واحدة وتعافي 357 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس، والكلمة تعود للزميلة لولو. شكرا لك فواز، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. Thank you.
مشاهدينا الكرام، نهاية أسبوع وبداية عام هجري جديد يحمل العديد من بشائر الخير بتحقيق العديد من الإنجازات، ونسبة شفاء من فيروس كورونا تصل إلى أكثر من 92%، وهي تعتبر من بين النسب الأعلى عالميا. كل هذه الجهود اللي جات بهذه الإنجازات المتواصلة هي تحدي بالنسبة لنا جميعا للمحافظة عليها. بالفعل يا فواز، يعني مليون مو مجرد عدد، وهالنتائج ما تحققت لولا التخطيط الاستباقي لهذا التحدي من قبل قيادتنا الله يحفظهم ويرعاهم، والتعب والسهر من قبل كوادرنا الوطنية في الصفوف الأمامية. وأقل شيء ممكن أن إحنا نقدر في هذه الجهود أن نحافظ عليها بالتزامنا بكل الإجراءات وعدم التهاون أبدا. عدم التهاون أبدا، فعلا كلنا اليوم نتشارك في هذه المسؤولية عشان نتجاوز هذا التحدي. مشاهدينا، وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعون الله يوم الأحد القادم مع زملائنا بسام ورقية. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وعام هجري جديد مليء بالخير والبركة والصحة والعافية. نستودعكم الله ومع السلامة. في أمان الله.